السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عالم أسلحة الصيد. اليوم نقدم لكم منطقها اللي هي باونينغ سبورتينغ اللي هي سبيسيال سبورتينغ فيديسيون كما كتشوفوا معايا هنا. اللي هي بندقية باونينغ صنع أمريكانية. كتشوفوا معايا واحد التقيبات هنايا فين كيكون امتدوز الهواء ديال الدخان ديال لي كارتوش باش لي كانو ميم لي كانو ميسخنوش. هانتوما كتشوفوا معايا عندها هي سبيسيال ف ديال سبور. ملي كيكونوا سبيسيال ديال سبور اخذ لي عندو هاد البندقية تيدير بها على شاس، يعني لي كانو متيسخنوش كما كتشوفوا معايا. ميم الفجوة كاينة في لا بوند، والفجوة ما بين جوج ديال لي كانو، والفجوة كما كتشوفوا في لي كانو. هاد البندقية شو مختلفة على البنادق اللي كنعرفو على باونينغ. كما كتشوفوا معايا جوج ديال لي كانو، لي كانو 76 سنتيمتر، لو بوا ديالها 3 كيلو و 400. تقريبا هاد البندقية عندها شي 12 عام وباقا تبارك الله شي حاجة طوب. هاد البوطونة انا خصها باش كنبدلو لي كانو كما كتشوفوا معايا. وبندقية قديمة كتشوفوا نتوما اللون ديالها كيفاش، لو برونزاج كيفاش تحيد، يعني الخشب ديالها تقريبا راه باقي شوية باقي صحيح. هانتوما سبيسيال سبور، الناس اللي كيديرو بها لو بال تراب. كما كتشوفوا معايا في الطالون ديالها مكتوب باونينغ أو لو صابون. الاخ اللي جابها اليوم المهم كيصيد بها، تيدير بها البالتراب وتيصيد بها في نفس الوقت. بالنسبه للصيد ما نكذبش عليكم، تيصيد بها تيطيح بها الحجل تيطيح بها كلشي. فرانشمون الكانو هاد الكانو انا بالنسبه ليا ما عمري شفتو الكانو فريمون مخدوم بواحد الطريقه في شكل اللي ما بقاش كيتخدم حاليا في الاسواق. اللي كانوا اللي عنده مشكل ديال الكانو كيسخنوا، هانتوما كما كتشوفوا معايا الضوء تيدوز من جوج ديال لي كانو. هاد الكانو ما كيسخنوش واخا تضرب بها 250 كارتوش في الساعه ما يسخنولكش. فيها لي شوك اللي ممكن نبدلوهم، ديروا لي شوك لي شوك ديالكم كيما بغيتو. في الوزن خفيفه، في الحقيقه بندقيه قديمه. انا الاخوان اللي تيطلبوا مني اش من بندقيه بغيت نشري باش غادي تنصحني باش نشري واحد البندقيه، انا ديما كنقول لهم باونينغ. علاش باونينغ؟ انا بالتجربه عندي تقريبا شي 6 سنين هادي باونينغ كنشري فيها ونبدل فيها، ما عمر طاح فيها شي مشكل. انا كنسميها البندقيه المقاتله اللي كتصبر وصباره. انتما البنادق عندهم 13 عام 14 عام 18 عام ما عمرهم داهم عند لاغميغيه باش يتصلحوا. يعني باونينغ الا كنتي كتعرف تستعمل السلاح بطريقه صحيحه، ان البندقيه غادي تبقى لك حياتك كامله، تكسبها وتخليها لولدك ولولاد ولاد 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 ولادك. بالنسبه لي انا بندقيه باونينغ سي ماشين دي غير، ما كنقولش لي مارك اخرين، انا كنهضر بالتجربه ديالي والاخوان اللي تيصيدوا معايا ولا الاخوان اللي تيديروا معايا البالتراب كلهم كانوا عندهم باونينغ. كتسمعهم 13 عام الفوق، ما عمري ديتها، ما عمري نيطويتها، وما كينيطويوش مزيان كما شفتي. هذه كتشوفوا معايا من الداخل ما عندهاش واحد النيطويون اللي ما تينيطويش، ما كيتهلاوش في السلاح. هذا تيجي تيصيد بها وتيدخل بها للدار وتيلوحها، وكتبقى البندقيه نتوما على فيغميتور ديالها كيفاش دايره، باقا كتسد بحيله راه هي الله خارجه من المقاده. ما فيهاش الجو كما هضرت لكم، ما فيها لا جو لا والو، باقا تقريبا جديده. الاخوان كنشكركم بزاف على المشاركه في القناه ديالي، نتمنى يكون عجبكم الفيديو. ولا عندكم شي اسئله على شي بندقية مرحبا، نقدر نساعدكم ولا تصيفطوا ليا في الفيسبوك ونجاوبكم في الميساج ولا في لي كومونتير هنايا في القناة. يلا تبارك عليكم، السلام عليكم.